سلطان البلاد اللي تسامى نرضى في الترحيب ويفوح الخزامة للضيوف بديرة رجال النشامة نراهم ماضي على زمان حية متابعينا الاعزاء اسعد الله صباحكم بكل خير من مهرجان حمر الدروع في النسخه الثامنه ويومنا الثالث على التوالي يوم الكبار يوم الحول في هذه الفتره الصباحيه بيكون ثلاثه اشواط الشوط الفضي والبرونزي والشوط النقدي وكونوا متابعين معنا في الفتره المسائيه الشوط الرمز والسياره الشوط المفتوح وكذلك اشواط الزمول وهدير الزمول كونوا معنا في هذه الاشواط الكبار واشواط العمالقه نتابع مجريات الحدث اليوم الثالث على التوالي الترحيب ويفوح الخزامة للضيوف بديرة رجال النشامة نراهم ماضي على زمان حية خماسية هذا الصباح أول أشواطنا في الفترة الصباحية وأقوى أشواط الفترة الصباحية ونقول المركز الخامس بقرار لجنة التحكيم اختار واحتار
بين خمسة مراكز قوية، ونقول ألف مبروك لصاحب المركز الخامس والخامس. لحظة يا كنترول ما أعلني المركز الخامس، حاملة الرقم 3 وزن عبد الله بن خميس بن خدوم المعمري من ولاية صحم، تحية. ونقول ألف مبروك لصاحب المركز الرابع حاملة الرقم 2 دولة عزاء بن خميس بن سالم الزيدي من ولاية الضنك، حيو الزيدي. ألف مبروك لصاحب المركز الثالث لمالك الشاهينية بالرقم 5 فهد بن مسعود بن ناصر السناني من الخابورة، والناموس والسلام ووشاح المهرجان والزعفران. ألف مبروك لمالك الذيبة، ألف مبروك للشيخ فهد بن سلطان الحوسلي من ولاية الخابورة، مالك الذيبة بطلة هذا الشوط. إذن ألف مبروك لمالك الذيبة الشيخ فهد أو فيصل بن فهد بن سلطان الحوسلي من ولاية الخابورة بطلة هذا الشوط. ألف مبروك لوصيفة البطل ذخيرة عوض بن راشد بن حرقوص العمري من ولاية قعلان. باسم سلطان البلاد اللي تسامى نرضف الترحيب ويفوح الخزامة، للضيوف بديرة رجال النشامة نراهم ماضي الأزمان حية. بطل هذا الشوط الشيخ فيصل بن فهد بن سلطان الحوسني مالك الذيبة ليحدثنا عن الذيبة. أولا بداية الشيخ فيصل ألف مبروك، نهنيك هذا الفوز والناموس، كيف تابعت الشوط؟ الله يبارك فيك، تستاهل خير من الله، شوط طيب حلال طيب فيه، والحمد لله الذيبة تجملت وشلت الشوط. سلالة الذيبة أبوها شاهين من زمول شيخ حمدان، أمها بنت شاهين المعلم. ونعم، إذن سلالة غنية عن التعريف وإنجازات طبعا وافرة. الذيبة مثل ما يقول المعروف لا يعرف، والذيبة ما شاء الله لها باع كبير في ساحات المزاينة في سواء في السلطنة أو في دول مجلس التعاون. هذا الفوز والناموس لمن تهديه؟ أهدي للعائلة كافة، وأهدي للمضمر رشيد الحوسني على مجهوده، ويستاهل رشيد ومجتهد، ولكل مجتهد. مشاركاتك القادمة إن شاء الله وين؟ والله إن شاء الله في الإمارات، وإن شاء الله في مزاين الطوي الشاوي ومزاين الفليق. الله يوفقك، دعواتنا لك بالتوفيق. شكرا لك. أيها الحفل الكريم، في هذه اللحظات معنا صاحبة سمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد، ونرحب بها. وحدثينا صاحبة سمو عن حمر الدروع والمهرجان وعن الاهتمام بالإبل في السلطنة. أنا كثير مفتخرة أن أنا متواجدة اليوم معاكم، تعلمت الكثير عن ثقافة تربية الإبل ومعايير دخول مسابقة الإبل، كثير استفدت من لجنة التحكيم عن المواصفات المهمة اللي لازم يجتازوها الإبل. أفتخر جدا بتواجدي معاكم، وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. كيف شفتوا مهرجان حمر الدروع؟ مهرجان مميز جدا جدا جدا، أشكر الشيخ حمد الدرعي على استضافتي، لأن كثير صراحة استمتعت بوقتي معاكم. شاعر طموحة ناوي الحمرة الترحيب ويفوح الخزامة، للضيوف بديرة رجال النشامة نراهم ماضي الأزمان حية. ذي يزن بن هيثم الشهم السنافي في مديحه ما تكفينا القوافي، دعمه الأهل الهجم ما هو بخافي، الكريم اللي مواقفه سخية. من وصل حمر الدروع بكل حزة يبشر بقوم المروة والمعزة، شبلهم له بركن بيده يرزة، وارثنه من سنين أولية، الدلال تفوح في ليل ونهاري، من ديار جوده بالدم جاري، نراهم شبت التي حصلت على المركز الثامن وهي تحمل رقم 1 منصورة لعبد الله بن خميس بن خدوم المعمري من ولاية صحم. السابع
وهي كانت خيرة لمختار بن عبد الله بن سالم المعمري من ولاية صحم، سادس المراكز تحمل رقم 7 غزيلة التميز لسالم بن محمد بن عبد الله الريسي من ولاية لوا. أما المركز الخامس وكانت التواجد من تحمل رقم 8 مهابة العرب لفهم بخميس بن سعيد بالعود السناني من عزبة السلطنة، تهانينا والناموس إلى فهم بالعود السناني على المركز الخامس. أما المركز الرابع وكانت تحمل رقم 2 غزلان لسعود بن حميد بن سالم المنعي من ولاية السويق، تهانينا والناموس الذي حصلت على المركز الثالث وهي تحمل رقم 5 اللي هي محاسن للوليد بن عبد الله الغافري من ولاية عبري. وينها هي محاسن تحمل رقم 5؟ وسلام وسلام إلى وين الرشيدي؟ وين الجمهور الرشيدي؟ جنوب الباطنة وشمال الباطنة، الله الله، السلام يا عبد الله بن محمد السعدي، سلام إلى مالك أرياء، إلى سلام إلى مالك رجاوي، تهانينا والناموس إلى مالك رجاوي الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله السعدي، السلام موصول إلى الوالد عبد محمد بن عبد الله السعدي وإلى عشاق رجاوي ورجوة، الله الله. أما المركز الثاني وكانت أريان بالفعل لجاسم بن محمد الرشيدي، والسلامات إلى جنوب الباطنة وصيفة البطل على المركز الثاني الشوط البرونزي. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم احنا في مزاينة حمر الدروع نسختها الثامنة. حقيقة هذه المزاينة من تطور إلى تطور هذه السنة، يعني ما شاء الله فيها كما تقول زيادة الفعاليات، من ضمنها فعالية ركض العرض اللي سمعنا عنه وفعاليات أخرى، وهذا ما غريب عليهم، هذا كله جهود الشيخ حمد بن مطر الدرعي جزاه الله الف خير وفي ميزان حسناته. وهذا طبعا يعني تجمع هذا العربان، هذا ناموس، ناموس الناموس تجمع العربان، وشوف اخوانك وربعك والناس كما تقول اهل البوش، احنا نترككم سنه وانت لاقى هني، والحمد لله هذا من سنه لسنه، ونتمنى هذا المهرجان ان شاء الله يستمر من احسن الى احسن، من افضل الى افضل، ونتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم النجاح، وجزاكم الله خير. انت بالنسبه لرجاوي، اولا حدثنا عن سلالتها ومشاركتها. رجاوي سنه ثنيه، ولكن بحكم ان احنا ما نعتمد على السن فترحلت امس الى الحي، والحمد لله رب العالمين. رجاوي اثبتت وجودها سواء في سن الحول ولا في سن الثنائي، رجاوي لها انجازات، ثالث قطار، ثالث ظفره، الحين جاي من نفس الشيء في الاشواط الرئيسيه جاي خامس، انجازات مستمره سواء في دول الخليج والله في سلطنه عمان، ونتمنى لها التوفيق ونتمنى النجاح للجميع، وجزاكم الله خير. هذا الفوز والناموس لمن تهديه؟ اهدي هذا الناموس الى اخواني وللوالد العزيز وللاهل جميعا والى كل محبين عزبه محمد بن عبد الله السعدي، نهدي لهم هذا الناموس وجزاهم الله خير اللي شجع واللي وصل. هذا يعني لا يسع لنا نشكرهم، اللي وصلوا واللي نومسوا واللي وصلوني جزاهم الله الف خير. لا يسعني في هذه يعني في هذه المزاينه، نشكركم اخوي راشد على هذا التغطيه الاعلاميه، وعلى الاخوان اللي خلف الكواليس ما شاء الله عليهم يعني مجتهدين جهود جباره حقيقه. لو بغيت اتكلم ولو بغيت اثنى يعني اتكلم، انتم جهودكم ما مليون، من 7 شهور احنا نسمع مزاح حمر الدروع، فعاليات وامور وتحضير واجتماعات، لكن في النهاية وصلتوا إلى أعلى المراتب في هذه المزاينة. نتمنى لكم التوفيق، نتمنى لكم النجاح، وجزاكم الله الخير وأحسنتم، إن شاء الله نشوفكم في مزاينة أخرى. ما يطفي شبته إلا مطية، من نجم هذا لا يلدى
هذه اللحظات نعلن نتيجة المركز التاسع والتاسع بقرار لجنة التحكيم. اختار حاملة الرقم واحد بياسة سالب سعيد مضويع المقبالي من عزبة الفريد وولاية لوا. المركز الثامن حاملة الرقم سبع الجازية الوليد بن عبد الله الغافري من ولاية عبري. المركز السابع حاملة الرقم خمسة إعلان مكتوم بن فهد بن حمدان العلوي من ولاية ينقل. المركز السادس والسادس بقرار لجنة التحكيم اختار وغادر إلى دولة الإمارات بالرقم أربع روعة علي بن راقع الإحبابي. إذن في هذه اللحظات نعلن نتيجة المركز الخامس. والمركز الخامس حاملة الرقم اثنين جمايل عبد الله بن خميس بن خدوم المعمري من ولاية صحم. المركز الرابع والرابع مكارم بالرقم ستة عبد الله بن راشد بن علي السعيدي من ولاية الخابورة. والثالث ووشاح المهرجان الوشاح البرونزي ومادة الزعفران. ألف مبروك لمالك هرمز الشيخ سلطان بن خالد بن سلطان الحوسني من ولاية الخابورة. ألف مبروك والناموس والسلام ووشاح المهرجان والناموس مالك حظ محمد بن خلفان بن عامر السناني من ولاية الخابورة. ألف مبروك. المركز الثاني والتي أيضا حضرت حضور الأبطال العاصمة سعود بن حميد بن سالم المنعي من ولاية الخابورة أو ولاية السويق توشحت بوشاحنا الثاني والوشاح الفضي في هذا الشوط. ألف مبروك على هذا الحضور المميز وهنيالكم هذا الحلال وهذا المال وهذا الجمال الطيب الذي حضر في هذه المزاينة. تلجل النشامة نراهم ماضية لزمان حية ذي أزم بن هيثم الشهم السنافي في متيحه ما تكفينا القوافي دعم أهل أهل الهجم ما هو بخافي الكريم اللي مواقفه سخية من وصل حمر الدروع بكل حزة يمشر معنا مالك حظ محمد بن خلفان بن عامر السناني. ألف مبروك وسلام للخابورة وسلام يا حظ هذا الحضور الكبير في هذا الشوط. كيف تابعت الشوط وكيف تابعت مهرجان حمرة الدروع بشكل عام؟ الله يجزاه خير الشيخ. والله مهرجان حمرة الدروع قائم بشكل طيب وبيض الله وجه الشيخ ووجه اللي قائمين بعده والله يطول في أعماركم. حدثنا عن سلالة حظ. أبوها جبار ولد جبار الشيبة وأمها بنت شاهين حمدان ونعم حالك. أيضا إنجازاتها السابقة. إنجازاتها السابقة ماخذة ثالث في أمريت وماخذة العام الخنجر في الهجانة واليوم تحقق نقطة الحمد لله رب العالمين في رصيدها. ألف مبروك. هذا الفوز والناموس لمن تهديه؟ الناموس أهديك يا فلها الخابورة استاهل الخير. كفو وبيض الله وجهك ومن ناموس إلى ناموس إن شاء الله. آمين آمين وياك إن شاء الله فالنا فالك الخير. مثل البلية حامية والطيب في ميدان للضيوف بديرة رجال النشامة نراهم ماضية لزمان حية ذي أزم بن هيثم الشهم السنافي في مديحه ما تكفينا القوافي دعم أهل أهل الهجم ما هو بخافي
المركز الرابع والرباعية الجميلة. نقول ألف مبروك لصاحب المركز الرابع وطن غالب بن سعيد الرشيدي من ولاية بركة. ألف ألف مبروك. أنا راح أروح للمركز الأول وأقول اللي فازت بالمركز الأول في هذه المسابقة وفازت بالسيارة ألف مبروك للظبي ناصر بن حمد المحولي الناموس من وادي المحاول. ألف ألف مبروك فاز بالسيارة. أبي أسمح للتحية الكبيرة يستاهل يستاهل التحية. إذن المركز الثاني أيضا عزة حمد بن خلفان المحولي من ولاية وادي المحاول. ألف ألف مبروك. المركز الثالث رجل الشيخ محمد بن عبد الله السعدي من ولاية السويق. الرحمن الرحيم. حفلنا الكريم في هذه اللحظات معنا الإعلامي الكبير محمد المخيني. أبو حمد أسعد الله.